ونودع المزيونة. صراحة استمتعت في قيادتها. هذا الجيلسي الكوب. صراحة هارد لك للإكس فور البي ام. هذا 250 سعره 21,000 دينار. 21,000 دينار يعني تقريبا 260,000 ريال. عجيب. استهلاك الوقود ممتاز. سعره أوروبية. نفس داخلية السيارة اللي كانت معي بالضبط. لاحظوا نفس القطع، نفس الأزرير، نفس السيارة من داخل. فالمرسيدس معطينك أحجام من السيارات حقتهم، نفس المواد، نفس الماتيريال تستخدم في كل السيارة. شوف ورا ضيقة ولا واسعة. أخوي راكان جلد من داخل ما شاء الله. خلنا ماشيين ندخل نشوف شو السالفة. كان الراس ممتاز، ما عندك أي مشكلة. طبعا هذا الدبة اللي ورا أقدر إني أمسك الجامعة أو القزاز اللي ورا، فالسيارة قصيرة شوي. في عندك تحكم ورا للمكيف. طبعا هم مرجع الكرسي هذا مرة ورا زيادة عن اللزوم. بس تقريبا كل شيء جلد زي اللي كانت معانا قبل شوي، بس ما هو بجلد طبيعي. هذا اللي يصفط لك الكرسي طيحة. فالكواليتي أقدر أقول عليها ممتازة. شلون تفتح الدبة؟ لازم من قدام. هي الدبة طويلة أو عميقة شوي، بس ما عندك مساحة من هنا، فهذه تقدر تصفط الكراسي اللي قدام. في عندك كهرباء هناك، في عندك كفر احتياطي. 255 على كم؟ على 50 19 جن 19. واللي قدام شوف البريكات الاي ام جي مخرمة. عندك اللي قدام كفرات واي 235. 235 على 55 19. طبعا يتحمل الى سرعة 300 كيلو. حلو. طبعا واضح من هنا ان 2 pistons، فمعناتها اربعة قدام pistons او بساتم. هذا الاس 400 كم؟ طبعا اللونج 39,000 دينار، تقريبا يعني 500,000 ريال. في الثاني هذا أرخص شوي بألفين دينار أرخص، 37,700، يعني تقريبا أرخص من هذا الأزرق 30,000-40,000 ريال، بس شكله حق فنادق. خلنا نشوف هالمزيونة. أعتقد هذه 200 كلاسيك، لا 300، 21,000، 260,000 ريال. طيب هذه 220,000 أو 21,000 دينار، نفس السعر اللي قبل شوي، مع أن هذه 200، فمعناتها هذه عليها أوبشنز أكثر، قد تكون أفنت جارد. نشوف هذه بعد، هذه كلاسيك 200، تقريبا 21,000 دينار، 250-260. طيب هذا اللون أخضر كلاسيك 200، نفس السعر بالضبط.
هذا لون له سيلفر، كان سيلفر أو إنه في خضار، تقريبا 22,000. بس هذه 300 E 300 وسعرة تقريبا 22,000، تقريبا 270-280. هذه C200 كلاسيك 16,600، يعني تقريبا 220,000 ريال. تخليتها جلد طبيعي، وبدأ الجي ال سي الكوب يكتسح السوق. هذا أسود، هذاك بني، وهذاك أبيض. 22,000 تقريبا 270-260-280,000 ريال. وأنا لاحظت هذا نازل، فلما شيكت لقيت عليه السسبنشن الأدابتيف الإيرماتيك أعتقد. هذا الأسود طبعا دفع رباعي، شوف شلون نازل. داخلية لونين، أبيض وأسود، دايموند ديزاينو. داخليته روعة ما شاء الله، حلوة جدا. هذا لون حلو، بس هذه 200 والعنابية هذه 300. نشوف من لونها من داخل، هذه أحمر. واو روعة، الأحمر حلو. بس هذا لماع، الخشب لماع أقصد. هذا نفس الشيء من داخل أحمر، بس الخشب مطفي. هذه عندي أحلى. وعندك هذه الكشف الكونفرتبل، حلوة. هذه C300 الكونفرتبل أو الكشف أو الكابريوليه، 23,500، تقريبا 290,000 ريال. بس روعة ما شاء الله، حلوة. فيها البروجيكتور، هيد اب ديسبلاي. هذه نفس اللي معانا تقريبا 21 C300 الكوب الزرقاء، 19,500 الميتين. فتقريبا سعر فرق بين الثنتين 2,000 دينار، يعني تقريبا 25-26,000 ريال فرق. وهذا الشايب، هذا الجي ال اي 450 او ال43، له مسميين بس نفس السيارة. هذا الجديد منه راح ينزل اللي هي ال43، بس كبير، هذا كبير، حتى جنوط كبار، 315 ورا، 21 على 40. هذا الجي ال اي الرنجات الجنوط 21، اللي ورا 315. شوف الجي ال اي العادي 21 بس 265. شبابية، هذه عائلية، كمل المشوار. هذيك عائلية صغيرة، هذا البيبي حق الشايب. هذا قدام تقريبا كم، وين مقاس؟ 275 على 45، 21 طبعا اير سسبنشن. بدل الملل داخلية، تحسها شوي قديمة، خاصة اللي في النص هذه. بس نشوف الأداء، الأداء إذا كان جيد ممكن إنك تبلع الداخلية. شوف التبريد، وأعتقد عليه السوفت كلوز، الأبواب تتسكر بنفسها. هذا عندك الجي ال سي الكوب، هذا الجي ال سي العادي. شوف الفرق في الشبك هذا والشبك هذا. هذا الرياضي زي ما شفنا في الكوبين اللي كانت معانا،
الدايموند هذا يصير على الشكل الكوبي، بينما السيدان والجيب العادي شوف شلون تصير فروقات، يعني واحد لازم يدقق فيها. نشوف مقاسات التواير والجنود 235 55 19 هذا الجيل سي كوب، هذا 235 55 19 تقريبا نفس الشيء. نكمل ورا 235 50 19 هذا الكوب، وهذا 235 55 19 نفس الشيء ولكن different styling من ورا. وش اللي تفضل؟ هذا الكوبي الجي ال سي الجيب، عندك هذا الجي ال سي العادي، هو هذا الكراسي حقته من النص قماش خشب مطفي، هذا كراسي حقته جلد بالكامل وتبريد وتدفئة والخشب لماع، هذا الجيب حق الاي كلاس جي ال اي 250 14.5 تقريبا 200,000 ريال. وانا صراحة شفت هذا منتشر بشكل كبير بالكويت. فرق السماع الأرض عن الجي ال سي وعن هذا تحسه يعني أقل بكثير. حاط لك حدادات الـ AMG عشان يقول لك هذا يستقصدون الشباب الصغار اللي في الجامعة يعني.